ابتلاء ابتلاء هذا مو معقول، شوب وحر وغبرة، يعني مو معقول عن جد، شيء فاق التصور والحدود وكل شيء يعني خلص لهون وبس يعني حاجة. الجو مو طبيعي عندنا، والحرمي عنده اختناق ولا كان عندي اختناق، وما عبي كنت مي كل الليل ما قدرنا ننام. طبعا هي العاصفه بتضر المسنين واللي معه ربو وتعب صدر والمسن. انا هلا مضطر اروح اشتري كمامه او تنتين